قالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية سيدي ليبني اليوم الأربعاء: في حال لم نحسم موافقتنا وقراراتنا القاضية بإقامة دولة يهودية ديمقراطية ولم نتوصل إلى تسوية قريبة مع الفلسطينيين سنتحول إلى دولة عربية. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ليبني: إذا لم نستطع التوصل إلى أي حل قريب مع الفلسطينيين سنصبح نحن وإياهم دولة واحدة.